قال يكره استرضاع، يعني أن تكون مرضعة فاجرة أو كافرة أو سيئة الخلق أو جذماء، يعني عندها مرض معدي أو غير ذلك من الأمور. كل هذا لأنه قالوا يؤثر على الرضيع، يؤثر على الرضيع، فلذلك يكره أن ترضع أولئك. لكن لو أرضعت الرضاع صحيح، لو أرضعت فالرضاع صحيح، ولكن يكره هذا حتى لا يؤثر سلبيا على الرضيع، إما يؤثر في أخلاقه وإما أن يؤثر في دينه أو يؤثر في صحته.